بسم الله الرحمن الرحيم. مطلوب بطارية جافة، غطاء بلاستيك، نحط فيه سلكتين ألمونيوم بالشكل ده، وهنفتح فتحة في النص عشان ندخل فيها القطعة دي. هنحط فيها ليد، هناخدها من خرطوم بتاع سماع الدش، ونحط فيها ليد من الداخل بالشكل ده. قطعتين بلاستيك، وهنحط فيهم صامولتين صغيرين، قطعتين ألمونيا، غطاين، موتورين. دي هنعملها من سلكة الدلكسون، هنعملها من سلك ألمونيا. قطعتين كنز هنلفهم بالشكل ده. نفتح قطعة، ناخدها من مساحة عشان نعملها الكرسي. هنجيب قطعتين من علبة الكنز ونعمل عليهم الرسمة دي، هتلاقي الرسمة تحت الفيديو ان شاء الله. هنقصها بالشكل ده ونلحمهم في بعض. هذه الرسمة اهي، هتلاقي الرابط تحت الفيديو ان شاء الله. هنجيب قطعة الكنز ونحطها هنا من فوق، نعملها بالشمع، نيجي بالشكل ده معانا. هنجيب القطعة دي بتاعت خدناها من المساحة ونحطها عشان نعمل الكرسي. وبعدين هنجيب البطارية ونحطها في النص ونلحمها بالشم. هنجيب سلك ونوصله ونعمل عليها بلاستر. وبعدين هنجيب قطعة تانية ونحطها من هنا. هناخد السلك ونلحمه بالشمع كده. هنجيب الغطاء ونلحمه من فوق كده، وهندخل في القطعة دي اللي حطينا فيها الليد عشان نعملها كشاف. بعدين نلحمها بالشمع. هنجيب الموتورين والغطايين، وهن كل غطاء ناخد من قطعة من أبو بلاستيك ونحطها فيه ونعملها بالشمع من الداخل والخارج. ونجيب بلاستر ونعمله على الغطاء بلاستيك كده. هنعمل تزويدة ورا بقطعة ألمونيا أو خشب أو أي تزويدة، ونلف البلاستر في المنطقة دي، ونجيب نص غطا بلاستيك تعبت صغيرة ونحطه على الكشاف من فوق الدلكسيون بتاع الموتوسيكل. أي برضه بالشكل ده معانا. نعمل الفرملات و المرايات من علب الكنز بالشكل ده اهو، ونلحمهم بالشمع فيه. العجلة الخلفية نعملها بنجيب سلك ألمونيوم ونحطه فيها بالشكل ده، ونتنيها بالشكل ده. ونعمله بالشمع بالشكل ده. ونجيب سلك النيف على مسمار عشان نعمله السوستة اللي من الأمام دي. قطعتين بلاستيك عشان على أساس إنه معددات يعني بالشكل ده. ونجيب قطعة من علبة كنز ونعملها الرفرف بتاع العجلة الخلفية، والأمامية برضو هنعمل لها واحد تاني ونحطها في العدة الخلفية كده. هنجيب قطعتين علبة كنز ونعملهم في منطقة من أسفل السكس بشكل ده. قطعتين نعملها رفرف في العجلة الأمامية. عملنا سلكتين، عملنا بتاعت عملنا القطعتين كان من تحت من الاسفل والرفع بيجي بالشكل ده معانا. هنجيب اللي بنفتح بيها علبة الكنز دي وهنحطه من تحت على اساس الموتور بتاعه كديكور يعني. هنجيب قطعتين
اللي بنقابل الكنز اللي احنا قلنا في الاول، وهنلفهم لفه بيكون بالشكل ده، ونعملهم هنا على اساس اللي بيخرج منهم اللي بيطلع منهم العادم بتاع الموتوسيكل. سلكتين الامام دول هنلحمهم عادي يعني كديكور يعني، ونجيب قطعتين من علبة كنز وهنعمل بيهم التوصيل اللي عملناها ورا. هنجيب سلك ألمونيوم ندخل فيه أنبوب بلاستيك عشان نعمله الحمال بتاع الموتوسيكل ده، هنخليه في النص. هنجيب الزرار بتاع الموت ونعمله فانوس من ورا زي كده. كده تقريبا خلصنا. التوصيلة بتاعت المواتير والمفتاح، هنفصل المواتير والمفتاح بالبطارية. التوصيلة هتلاقيها تحت الفيديو ان شاء الله، هنشوفها برضو. التوصيلة اهي، هتلاقي الرابط بتاعها تحت الفيديو ان شاء الله. وهنلحم المفتاح هنا من الأمام تحت الدركسيون. كده شغال معانا زي ما احنا شايفين، والحمال بتاعه اهو. وهنعمل إضافة يعني نجيب خرستين ونحطهم من قدام كزيادة الكشافات، وبتاعتين كنز هنعملهم كصدادات لي من تحت زي الموتوسيكل العادي يعني. وهنجيب بلاستر ونلفه فوق نص غطاء البلاستيك اللي حطيناه فوق الكشاف. هنجربه ونشوف اهو كده شغال تمام 100 100. انتهى الموتوسيكل معانا اهو. لو اي استفسار عاوز ممكن تكتب تعليق تحت الفيديو، واتمنى ان تكون حلقة عجبتكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة. وإلى حلقات أخرى بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.